من النجاح والتقدم إن شاء الله. طبعا بعد المحاضرة الرائعة للدكتور رمضان هنتكلم على وامتداد للكوفيد في البوست كوفيد في وجود دكتور محمد النادي وهو رائع في البوست كوفيد و اللونج كوفيد اند البوست كوفيد سندروم. الكورونا فيروس سنجل ستراندد ار ان اي فيروس ويز سبيشال بريديليكشن تو سبيشال ريسبتورز انجيوتنسين كونفرتنج انزيم اكس بوبتايديز تايب 2 ريسبتور اللي هي موجوده في 5 مين سايتس. النون سيليتد ريسبيراتوري ابيثيليال سيلز مينلي تايب 2 الفيولار سيل اللي هي المسؤوله عن الريليز اوف سيرفاكتنت. وعشان كده في عز الكوفيد كان العيان لما بيجي له يقول لك انا نفسي مخنوق حاسس ان انا نفسي مش قادر اخد نفس. الديستنسبيليتي بتاع اللنج ضاعت عشان السيرفاكتنت ديفيشنت. تاني مكان كان النوز ومسؤوله عن الانوزميا وثروز او الفاكتوري فايبرز كان بيتعدي الفيروس ثروز كريبريفورم بليت اوف بون يوصل للمننجيز والبرين مطر ويدي سي ان اس مانيفيستيشنز ويضرب الهايبوثالاما. فهنشوف الكلام كله. بعد كده البوستيرور سيرد اوف ذا تانج وكان مسؤول عن اللوس اوف تيست. رابع مكان الابزوربتيف بارت اوف ذا سمول انتستين ودي كانت مسؤوله عن الابدومينال كوليك. العيان بيجي بسنترال ابدومينال كوليك اراوند ذا امبلايكس ومعاه انفريكوانت دايري. من ضمن البريزنتيشن اهم حاجه العيان يقول لك انا سخنت حرارات بسيطه وجسمي مكسر وهمدان ومغص بسيط حوالين سرتي واسهال مره بالكثير مرتين. بعد كده الاندوثيليوم اوف ذا بلاد فيزلز اول اوفر ذا بودي ودي كانت مسؤوله عن كل سواء البالمونري والاكسترا بالمونري مانيفيستيشن اوف كوفيد افكت اول سيستم والانجيوباسي اللي كانت بتحصل والمايكروثرومباي افكتنج اول سيستم سواء السكين سواء الكيدني سواء الليفر سواء الهارت والاكوت كورونري سندروم. طيب ولها علاقه وارتباط وثيق باللي هيحصل بعد كده في البوست كوفيد او اللونج كوفيد. طيب سمعنا بقى في يعني الاكيوت كوفيد اللي هو اول اربع اسابيع العيان عدى بيهم ممكن على حسب التدخل بالعلاج يتحسن بعد اسبوع لو او اقصى حاجه الاربع اسابيع ده الاكيوت كوفيد. طيب المرحله الثانيه الانجوين كوفيد العيان استمر الاعراض من 4 إلى 12 أسبوع. البوست كوفيد يا العيان اتحسن بعد العلاج وبعد شهر شهرين بدات تبان عليه الاعراض ثاني او ايفن الاعراض مستمره بعد ال 12 اسبوع فده سموه بوست كوفيد سندروم. اللونج كوفيد اصبح دي كلمه اشمل بقى تشمل كله الانجوين كوفيد والبوست كوفيد سندروم. فبدل ما كنا نقول هل هي لونج كوفيد ولا سوري بوست كوفيد ولا انجوين كوفيد اصبح الكلمه الاعم والاصح والاشمل هي اللونج كوفيد. البوست كوفيد سندروم العام بيجي لك فعلا يعني يقول لك انا يعني هحكيها الواقع بعد كده شويه يعني انا مش انا بعد ما خدت الكوفيد وتحسنت حاسس يكون بطاريه فاضت الشحن بتاعها. انا عاوز ارجع لطبيعتي يا دكتور يعني انت نسيت تكتب لي ايه شيست بين ابدومينال بين مش قادر اسبح ايفن يعني الشورت ماسلز بتاع الفينجرز مش قادر ارثرالجيا وماسكولار بين لوس اوف تيست لوس اوف سميل لوس اوف ابيتايت لوس اوف هيرنج ايفن وبرين فوج لوس اوف ماسكولار ماس ومش قادر يمارس رياضه تاني مش يعني في الايرا بتاع الكوفيد يعني كان في مستشار هو في وزاره العدل وساكن في ميدان الفلك يعني بالظبط حوالي 200 متر ما بين سكنه وما بين الشغل. بعد ما خف وبقى كويس طبعا كلنا كنا بنعالج بالتليفونات يعني يقول لك يا دكتور انا اتحسنت بس ده انا نازل النهارده انا بقالي الوقت بعد اسبوعين عشان اروح الوزاره ما قدرتش اكمل 50 متر ورجعت. طيب اسبوعين ثلاثه برضو الانجون كوموند مستمر معاه. طب عمل فول انفستيجيشن فول بارامترز كلها سليم هو مجرد ري اشورنس قلت له اتغذى كويس وكل خضروات وكل فاكهه كويس وكل ما هو ملون ونام كويس بعد حوالي 8 اسابيع رجع لشغله زي الفل. disturbed sleep rhythm the interstitial affection of the lung ممكن توصل even the central cyanosis والباك بين. هذه البوست كوفيد سندروم وديستربد سليب رزم يا اما مش قادره تنام مضيت الليل كله قاعده في السرير
او تنام لايت سليب، تنام مش قادره تنام نوم يعني يعمل لها ريفريشنج كده، وبالتالي تصحى من النوم تحس انها ما نامتش عاوزه تنام تاني. So long COVID is defined as sign and symptoms that develop during or following an infection consistent with COVID-19 which continue for more than 12 weeks and are not explained by other or ما فيش associated disease تاني خالص. وكلاستر of symptoms من أشكال مختلفة في organs مختلفة. اللونج كوفيد عامل زي اللونج فيس ماسك اللي احنا لابسينه بقالنا سنتين ثلاثة، وبضع الوقت أصبح يعني فأقول لك لونج كوفيد وورد ان لونج فيس ماسك. اللونج كوفيد أو البوست كوفيد سندروم يختلف عن البوست انتنسيف كير سندروم. المرضى اللي كانوا بيخشوا الاي سي يو ايفن الدكتورز والهيلث كير بروفيشنال اللي كانوا بيشتغلوا، عشان كده كانت التعليمات بتاع الوزارة وقتها كان بتبعت الكوادر الطبيه او يستعينوا باطبائنا بتوع الجامعه، كانوا بيروحوا يشتغلوا اسبوعين اثنين ويشتغل 12 ساعه ويريح 12 ساعه عشان ما يوصلش للمرحله بتاع البوست انتنسيف كير سندروم. العيان كان بيجي له طبعا كوجنيتيف ديسفانكشنز وميموري وكونسنتريشن افكشنز، في سايكولوجيكال بروبلم وتروما، او لو العيان حصل له مانيبيوليشن بوست انتيبيشن وحصل له مشاكل او بوست كاسترايزيشنز وديستربد سليم، كل ده بيأثر. وكان العيان هنا اللي اضطر يعني داخل الاي سي يو واستمر فتره، فبالتالي كنا بنستعين بسايكو سيرابست يبقى موجود عشان يأهل المريض ده يتعامل مع الحياه بعد كده. ودي الكوادر الطبيه زي من الاجهاد يعني كان بيجي له المنظر ده. طيب هل كل عيان جاله كوفيد جاله اللونج كوفيد؟ لا، في بريدسبوزنج فاكتور، هي اكتر في الناس الاولد ايج، اكتر في الناس الاوفر ويت والاوبيز انديفيديوالز، مور كومن في الفيميل، دي بريدسبوزنج فاكتور لكن مش ابسوليوت، مور كومن في الفيميل، مور كومن في الاسوشيت كوموربيد كونديشن، يعني العيان الازماتيك ممكن لو جاله كوفيد كمثال يعني ممكن يبقى بعدها يحصل له بوست كوفيد سندروم. العيان اللي كانت الاتاك بتاع الكوفيد بتاعته سو سيفير ومالتي سيمتومز ات بريزنتيشن هو ده اللي لايبل ممكن يحصل له البوست كوفيد مانيفيستيشنز. والعيان وجد اكتر في العيانين اللي خدوا الكوفيد وكان نوت فاكسينيتد، وفي نفس الوقت ممكن مجموعة كبيرة منهم يكون أثناء الكوفيد كان من 30% اللي هو البي سي آر فولس اللي نيجاتيف، هو عنده الأعراض تيبيكال وكل كل المانيفستيشن والإنفستيشن تيبيكال كوفيد لكن البي سي آر كان نيجاتيف. ويمكن دي الحالة اللي امبارح بالذات يعني كلمني زميل معانا في الكلية أستاذ مساعد أستاذ متفرغ رمض، وبقول لك أنا من سنة كان جالي الكوفيد بس انا وقتها تعالجت بس عملت كل انفستيجيشنز والبي سي ار عدته كذا مره كان نيجاتيف، خدت العلاج وخدت كل حاجه كان ما خدش انتي فايرال. ودي المشكله واحده من البريزوزنج فاكتور في البستوليتد ميكانيزم، الناس اللي بتاخدش انتي فايرال لايف ويحصل له. لكن بيقول لي انا بقالي شهر همدان اجنزل العياده ما اقدرش كشف تاني كشف بوست اكزيرشنال ماليز اعرق وهمدان، انا كنت باخد علاج ضغط فجاه لقيت نفسي بحس بدوخه وبالبيتيشن، قست الضغط نازل، بطلت علاج الضغط برضو وقع اوتونوميك ديسفانكشن. فالمهم عمل كل البانل اوف انفستيجيشن طلع سليمه، فبيكلمني امبارح قلت له ديت ما دام عملت كل حاجه وكل انفستيجيشن سيب ده بوست كوفيد سندروم، وده جاست ان انت بس يعني الري اشورنس ويتغذى كويس وياكل كويس وينام كويس هيرجع لوضعه الطبيعي. البوستوليت ميكانيزمز ان هي ممكن يكون بريزيستنت فيريميا ديو تو الويك اور ابسنت انتي بودي ريسبونس. شفنا حالات كتيره جدا خدوا الكوفيد وبعد انا شفت شخصيا يعني حالات كتيره جدا ياخدوا الكوفيد وبعد شهر شهرين جالوا الكوفيد تاني ريلابس او ري انفكشن انفلاماتوري اند اذر اميون رياكشن، تفاعل رد الفعل بتاع الجسم والاميون سيستم وسايتوكاين ستورم ممكن يكون العنف بتاعه يؤدي الى الايه المانيفستين تبان بعد كده بتاعت البوست كوفيد سندروم. الدي كونديشننج اند المينتال فاكتورز زي يكون البوست تروماتيك ستريس، وكل دول ممكن مع بعض يؤدوا الى المانيفستيشن بتاعت البوست كوفيد. الكومنست مانيفستيشنز هي الديسنيا والفاتيج والبوست اكزيرشنال ماليز والبرين فوج، حاسس ان مخه مشوش هالوسينيشن مش 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 مبسوط. لكن في اعراض كتيره جدا ديسنيا فاتيج بوست اكزيرشنال ماليز برين فوج كوف
الكوف دي بنشوفه أكتر في كل الفيرال ريسبيراتوري تراكت انفكشن اللي افكتنج الابر اير ويز، عشان بتعمل شيدنج للسيرفيس ابيثيليوم وبتكشف الفيجال نيرف اندنج، واحد اي حد يقول ضرب كومن كولد بعدها يكح على طول. لكن ما كانتش بتحصل مع الكوفيد الا لما حصل بعد كده حاجه اسمها ماست سيل اكتيفيشن سندروم. هنشوف دلوقتي واحده من المانيفيستيشنز بتاع اللونج كوفيد، يحصل اكتيفيشن للماست سيل وتطلع من ديتر وتدي مانيفيستيشنز من ضمنها الكوف، تشست بين، هيدك، بالبيتيشنز، وتاكي كارديا، وارثرالجيا، مايالجيا، باراسيزيا، ابدومينال بين، وضيريه. يعني هو كانت جات له مره في اثناء الكوفيد حس بها تاني، انسومنيا اند اذر سليب ديفيكولتيز، فيفر، لايت هيدنس، امبيرد ديلي فانكشن وموبيليتي، جسمه كله بيوجعه، وساعات ارتكال للرئاش، سكين مانيفيستيشن زي ما ظهرت في الكوفيد في الاول ممكن تبان تاني، ومزاجه مش رايق، المود تشينجز، انوزميا اور ديسكوزيا كانت ظهرت في الاول لكن يجي العيان يعني تاني، وممكن يجي بقى مع سي ان اس مانيفيستيشن، يعني جاي العين اللي جاي لي مثلا بسيريبرو فاسكولار ستروك ومعاه انوز، بقول لك ده كان بقاله اسبوع فقد حاسه الشم وبعد كده جاله شلل، فكر اربطهم ببعض وعلاقتهم بالكوفيد اللي كان جاله قبل كده. المينستري والسايكل بنشوفها كتير وكلنا في العيادات، تيجي الست تقول لك والله انا كانت يعني جاي الكوفيد كان بعدها الدوره مش منتظمه، ساعات بتغيب بالشهرين على ما تيجي ومش ريجولر. All organs affected، دي كانت الأعراض العامة، لكن لو خدنا على مستوى الكارديوفاسكولار all layers of the heart can be affected، على مستوى البريكارديوم يا إما يكون dry pericarditis أو pericarditis with effusion. وعرضنا قبل كده حالات بتاعت pericardial effusion، كنا في الأول بنقول كوفيد لو لقيت فيه effusion against الكوفيد، لكن لا بقت فيه pericardial effusion موجودة، بلورال effusion كانت against لكن لا دلوقتي موجودة، mediastinal lymphadenopathy كانت against موجودة. فالبريكارديتس، المايوكارديتس، توكسيك مايوكارديتس واريزميا ممكن تحصل. الحاجه مهمه جدا اسمها العين يجي يقف يحس بالبيتيشن جامده جدا، بوستشرال اورثوستاتيك تاكي كارديا سيندروم. على مستوى اللنج انترستيشيال كوفيد انديوزد انترستيشيال لنج ديزيز والرياكتيف ايرواي ديزيز ديو تو الماست سيل اكتيفيشن سيندروم. على مستوى الكيدني مثلا افكشن في الكيدني، يعني العين كان سليم وعامل كل الكيدني فانكشن قبل كده واثناء الكوفيد نفسه كانت سليمه، تيجي بعد الكوفيد تلاقي فيه ديسترب في الكيدني فانكشنز والعيان دخل في كورنيك رينال امبيرمنت. على مستوى السكن في سكن راش او الوبيشيا. على مستوى الكولاجين فاسكولار في ارثرايتس او فايبروميالجيا او كونكتيف تيشو. على مستوى الاندوكراين نيولي ديفلوبد دايبيتس افكشنز اوف ذا ايليت سيلز باي زي المامب زمان، واحده من المانيفيستيشنز بتاع الكوفيد عيا ومعان ما خدش استرويد اثناء الكوفيد ايرا نفسها، او خد استرويد وما كانش عنده سكر برضه واتفاجئ ان هو جاله ان كنترول دايبيتس، يبقى نيولي ديفلوب او ان كنترول دايبيتس او نيولي ديفلوب هايبوثايرويديزم، والاثنين دول لهم علاقه برضه بالفاتيج اللي بيحصل للعيان والديبريشنز والانكزايتي والبلمونري امبوليزم والثرومبوزس اول اوفر ذا بودي. على مستوى اليورولوجي في الفيميل في انكونتنس، على مستوى الميل في امبوتنس وسيكشوال ديسفانكشنز، الويت لوس والديس اوتونوميا اللي زي ما الزميل اللي كان بيتكلم على ان الضغط بتاعه وقع وكان بياخد علاج ضغط قبل كده، برين فوج، ودي ازاي الفيروس بيعدي ثروز كريبري فورم بليت اوف بونز مع الاولفاكتوري فايبرز ويوصل للمننجيس ويوصل للبرين، مطر يعمل انكيفالايتس ومننجايتس. وهنا البيبر ديت نزلت في مارس 2022، قال لك عملوا استادي بعد 1 يير علاقه الهارت بالكوفيد، ان الكوفيد فيروس بعد سنه بستيل مكتف الايه الهارت، يمكن يحصل بعد سنه اكوت كورونا سندروم ويقول لك ده فلان مات ازاي، ده كان خف من الكوفيد وده ما اعرفش ايه، ويلبسوا الراجل قضيه وهي اصلا بوست كوفيد اكيوت كورونري سيندروم. الفاتيج از ريبورتد تو بي وان اوف ذا موست كونسيستنت اند بيرزيستنت سيمتوم، واحده من اهم الاعراض اللي دايما في البوست كوفيد، مجهد، همدان، مش قادر يشتغل، ريدكشن في الفيزيكال اكتيفيتي،
على مستوى السنسور اكسبيرينسنج ايك، حاسس الم في جسمه كله، الم في عظمه كله، الم في عضلاته، مش قادر يقوم بشغل ولا قادر يقوم بالاكتيفيتي بتاعته. سايكولوجيكال عيان حاسس انه مضطهد فرستريتد، كوجنيتيف فانكشن وميموري وكونسنتريشن وسوشيال اند بيرسونال ريليشن، مش قادر يتفاعل مع المجتمع. الاكزاكت كوز مش معروف، لكن في بوستوليشن محطوطه اتنين هقول عناوين بس احنا لسه كتير. طيب قالوا ديت ممكن افكشن في المصل نفسها والموتور اند بليت، اندوكرينال ديسفانكشنز زي ما قلنا والكو اكزيستنج. طيب ودي البيبر نزلت بتتكلم عن علاقه الاندوكرينال ديستربنس مع الفاتيج والهايبوثايرويديزم والنيو ديفلوب دايابيتس، والفاتيج ممكن يعدي بمراحل كرونيك فاتيج وكرونيك فاتيج سندروم. والمانجمنت بعمل بانل اوف انفستيجيشن طلعت كلها سليمه، فبعمل ري اشورنس للعيان وبخليه ينام كويس ويتغذى كويس، كل ده واحده من طرق العلاج. طيب الدي كونديشننج اللي بتحصل في المسلز واحده من ضمن الاسباب اللي تؤدي للفتيج، وبعالجها ان انا بدي يعني بشجع العيان يمارس فيزيكال اكتيفيتي والاكسرسايز وجود نيوتريشن. المسل سيل اكتيفيشن سندروم اللي هي بتؤدي الى اعراض عامله زي الكارسينويد، عيان بعد ما خف من الكوفيد واللي ما كانش اثناء الكوفيد اللي عنده ديسني، عنده ديسنيا بس لكن ما عندوش كوف ولا عنده ويزي تشيست، يبدا تفاجئ ان هو عنده ولا كان عنده هيستوري اوف برونكال ازما اتول، لكن بدا يبان اعراض البرونكال ازما نيولي ديفلوبد بعد الكوفيد. دي سببها ماست سيل اكتيفيشن سندروم، وتحط لها بوستيوليشنز ان العيان بس مش بس كوف وديسنيا وويزي تشيست، ساعات بالظبط يعني ابدومينال بين ودايريه. فده وبداوا يجربوا انفستيجيشن لسه للانتي استاميك والمسل ستابلايزر، لكن ستيل في مرحله الانفستيجيشنز. ودي الكوف وازاي بيحصل، والانترستيشال بقى ده نقطه مهمه جدا الانترستيشال فيبروز. واخر كلمتين بس فيه ان الانترستيشال ده يعني اخر بيبر طالعه الشهر اللي فات في الانالز اوف ميديسن، وقسموا البوست كوفيد انترستيشال لانج ديزيز الى تو تايبس. فيرست فينوتايب ايميديتلي بيحصل بعد العيان اللي هو سيفير كوفيد ودخل الاي سي يو واتحط على ميكانيكال فنتليشنز، فسموها كوفيد ريليتد، الكلام اللي اتكلم عليه امبارح الدكتور محمد عبد الحكيم على الاي ار دي اس، كوفيد ريليتد سيفير فايرال انفكشن كوفيد ريليتد اي ار دي اس. والعيان ده بيبقى سو سيفير، والعيان ده في الغالب واحده كمان بس. النوع الثاني وبيعدي بالمرحلتين بتاعته الاكسيوتيف فيز والبروليفراتيف فيز. النوع الثاني اللي هو البوست كوفيد بالمونري فايبروزس اللي هي التيبيكال، واللي في ايدنا والاسلحه اللي كنا بنستخدمها الاسترويد والكولتشيسين والانتي اوكسيدنت، ولو استخدمتها بدري مش هوصل لاحتياجي للحاجات اللي هي مور كوستي والسايد افكت بتاعتها اعلى اللي هو البيرفينيدون والناينتيدبين. And thank you very much.